دكتور هاني، ليش برايك قاعدين نشوف تزايد على حقن التجميل وخاصة زي ما تشوفه بعمر مرة صغير؟ هل هذا الشيء صحي برايك؟ صحيح، هلا بالايام الحاليه عم بيزيد الطلب على 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 كل ما يختص بالعلاجات التجميليه ان كان للرجال او للنساء، وصحيح انه عم بيصير العمر ابكر. اكيد ما في شيء بيضر بهذا الموضوع طالما نحن عم نقدر نعالج بوادر موجوده مبينه لو شو ما كان العمر، لانه اكيد بوادر الشيخوخه ما بتبين بنفس العمر عند كل الاشخاص، وهالشيء متعلق بعده عوامل ان كان وراثيه وان كان من وراء اللايف ستايل تبعنا. سو ما في شيء بيضر از لونج از انه في انديكيشن وفي ضروره انه ينعمل. طيب دكتور، من اي عمر بتنصح انه البنات او الناس المهتمه انها تلجا عشان ياخذوا تقنيات الحقنه التجميليه؟ هلا نحن بالطب بنعتقد انه نحن منبلش نكبر بالعمر من النهار يلي بنخلق فيه، واكيد هيدا الشيء ببين بمراحل مختلفه حسب نوعيه جلدنا وحسب نحن وين عايشين واذا بنتعرض للشمس وكيف اللايف ستايل تبعنا، واكيد كمان في عوامل وراثيه كثير. في ناس بنقدر نبلش لهم بالبوتوكس ببين عندهم تجاعيد تعبيريه بالعشرينات، وفي ناس لحديد عمر الأربعين ما بيعوزوا يلجأوا لعلاجات للتجاعيد، فمن هيك ما في عمر محدد، ولكن صرنا اكثر هلا فلكسبل فيما يختص العمر المبكر اذا في لزوم انه نلجا لحيال علاج. اوكي، طيب دكتور، لو طلب منك مريض انه يعمل تقنيه تجميليه وانت عارف انها مش مناسبه ليه او هو مش محتاج ليها، بيكون ايه موقفك في المواقف دي؟ لا طبعا اكيد بنرفض، واكيد كل اخصائي مفروض يكون عنده الاثكس انه يرفض لما يكون في مريض اوقات بيكون منه يمكن كثير مستوعب شو معقول هالعلاج يعطيك نتيجه، وفي ناس اوقات بيكون عنده نوع من الهوس او بيكون عنده نوع من الايدلز بيكونوا اخذينهم كرفرنس، وبيكون يمكن العلاج مش بالضروره يلبق لهم لهم اذا عنده نفس التقنيه، فاكيد بنرفض. اوكي، طيب ايه هي نصيحتك للكل قبل اللجوء لاي تقنيه تجميليه؟ اول شيء النصيحه الاكبر هي انه يلجأوا لاخصائي ويكون اخصائي بيوثقوا فيه وبرايه ويعرف يرشدهم، ويبعدوا عن كل شيء بنسميه احنا اوفر كوركشن، يعني يبعدوا عن كل شيء هو التصحيح المفرط اذا بدك، او انه نكون عندنا نوع من الاكسس بالعلاجات، لانه بالنهايه هو العلاجات رح يرافقونا لفتره كثير طويله بعمرنا، ف the less we do the better it is خصوصا بالمراحل الاولى. دكتور، كثير من الاشخاص منهم انا ما يعرفوا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر، ممكن توضح لنا هذا الامر ووظيفه كل منهم؟ اكيد الفرق كثير كبير، ومن هيك بفترات كثير يعني باغلب الاوقات وي كومباين بين البوتوكس والفيلرز. البوتوكس هو بروتيين بتنحقن تحت الجلد مشان ترخي العضلات يلي هن مسؤوله عن التجاعيد التعبيريه، فمينلي البوتوكس بنشتغل فيه بالابر فيس، يعني بنشتغل على الجبين على الجقره وحوالي العيون، بينما الفيلر هو اكثر مشان نعطي فوليوم اذا صار في عندنا فات لوس او خساره وزن او فوليوم من الوجه من جراء العمر او من جراء غير عوامل. سو الفيلر هو مينلي كرمال نقدر نعبي او نشيل تجاعيد منها تجاعيد تعبيريه، بالوقت اللي البوتوكس هو بس للتجاعيد التعبيريه.